السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب فيكم من معرض دبي الدولي للسيارات. بهذا الفيديو القصير رح أحاول ألقي الضوء على أهم الإطلاقات اللي حصلنا عليها من سيارات جديدة بالشرق الأوسط. يلا خلينا نبدأ. وهي هي أخيراً الأيقونة بتعود لاند روفر ديفندر الجديدة هون بالشرق الأوسط. هاي السيارة اللي أثارت عاصفة على الإنترنت بين محبين هذا التحديث وبين آخرين طبعاً عندهم نوستالجيا وما بيرغبوا بلمس أي شيء بهيك أسطورة. أنا بقدر أطمنكم جميعاً إنه حتى الناس اللي ما عجبهم شكل ديفندر إنها بالفعل على أرض الواقع سيارة رائعة بالشكل. بظن مشكلة الصور أو الفيديوهات على الإنترنت إنها دوماً ما بتعطي الحجم الحقيقي لأي سيارة. ديفندر الجديدة عم تحصل على تصميم عصري بليق بعام 2020 مع الإيحاء لتاريخها العريق عبر بعض عناصر التصميم الصغيرة حول السيارة وداخلها، فمن الخارج الإطار العام للتصميم والإضاءة الأمامية والخلفية مستوحاة بشكل واضح من شكل السيارة التاريخي القديم. من الداخل عم تحصل ديفندر على كل التكنولوجيا اللي بتتوقعها من أي سيارة بعام 2020 خصوصي من شركة لاند روفر أو رينج روفر، والتصميم بيظهر بعض القطع المعدنية والبراغي حول المقصورة. هذا مش بس ليرمز لتاريخ السيارة العريق، بل هو كمان دليل على جاهزيتها لمواجهة أصعب الطرق اللي بتتوقعه طبعا أنت من سيارة مثل ديفندر. ديفندر الجديدة مش بس متوفرة ببابين مع ديفندر 90 وأربع أبواب مع ديفندر 110، لكن هي أيضا قابلة للتخصيص بشكل كامل، حتى أنه أنا بظن على الطريق ما ممكن تكون في سيارتين ديفندر متشابهات تماما بكل القطع، لأنك تقدر تخصص كتير أشياء بهاي السيارة. بتبقى علينا أنه نختبر قيادتها قريبا إن شاء الله لنشوف مدى القدرات اللي بتقدمتها خليفة هاي الأسطورة على جميع أنواع الطرق. شيفرلي كورفت ستينغراي سي 8 الجديدة بالكامل يمكن هي من أهم السيارات بتاريخ هاي العلامة التجارية. فأخيراً عم تيجي الكورفت بمحرك وسطي وتحقق حلم كان يراود مهندسين شيفرلي من عقود. مع هذا التغيير الكبير بمكان المحرك عم تيجي الكورفت تصميم رائع من النظرة الأولى، فيه إيروديناميكية عالية واضحة، وهو أكثر رياضية وبليق باسم سوبر كار أمريكية بهيك عراقة. بيدفع هاي السيارة الرائعة للتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 2.9 ثانية، محرك V8 بسعة 6.2 لتر بقوة 495 حصان. راح أعد الأيام بالتأكيد لحتى أختبر قيادة هاي الكورفت الخاصة جداً. المصنع الصيني جي اي سي عم بأكد لنا على جديته على دخول سوق الشرق الأوسط بقوة، وهو حاليا عم بقدم سيارات بكل الفئات، وهي هي جي ان 8 بتقدم خيار بفئة جديدة للمصنع الصيني، فئة نقل الركاب ليدخل بمنافسة مباشرة مع سيارات مثل هوندا أوديسي وتويوتا بريفيا. جي ان 8 عم تقدم رفاهية ورحابة وتجهيزات عالية لكل ركابها، ومحركها 2 لتر توربو عم تقدم قوة معقولة مثل هيك سيارة مع 201 حصان وعزم يوصل ل 320 نيوتن متر. جي ان 8 عم تأكد لي مرة تانية ان الشركات الصينية بشكل عام وبالأخص جي اي سي قادمين لأسواقنا وبقوة قريبا. عم تقدم متسوبيشي بمعرض دبي الدولي للسيارات ثلاث سيارات جديدة، الاي اس اكس، المونتيرو سبورت، والثالثة هي بالفعل لفتة انتباهي وهي خيار سيارة بلوج ان هايبريد مع الاوتلاندر بي اتش اي في مع محركين كهربائيين ومحرك وقود 4 سلندر 2 لتر. عم تعمل هاي الاس يو في العائلية على توفير الوقود والحفاظ على البيئة بنفس الوقت بدون ما تضلك انت الان على مدى شحن اللي بتقلق فيه لما تكون تملك سيارة كهربائية بالكامل، وراح تكون بالفعل خيار جيد للاشخاص اللي بتهم هم كتير أسعار الوقود. نيسان صني يمكن تكون من أكثر السيارات اللي بنشوفها على الطرقات، وهي بالتأكيد من أكثر السيارات مبيعاً لدى شركة نيسان. عم تجينا بجيل جديد بالكامل أكبر بالحجم من الجيل السابق، وعم بستخدم لغة تصميم نيسان الجديدة، وهذا واضح بالشبك الأمامي اللي على شكل حرف V. بالتأكيد رح يكون لنا تجربة كاملة لهالسيارة ذات الشعبية الكبيرة قريباً.